أنا اليوم ضيفة على صديقتي وحبيبتي من سنوات عديدة سميرة سعيد الديفا وبيان سور تشرفت اليوم حضرت لو اللي هو لو في لا إن شاء الله بعد طونجي غتكون ومازاكون وجديدة بلوتو. و وش كل ما تيحبش ديفا ديفا شي زيونيك ديفا سميره سعيد اللي كيف شتو اليوم غنات معنا القديم والجديد وخلتنا سفرت بينا الأيام زمان سفرت بينا الأيام الطرب أيام الزمن الجميل وبالعكس هذا شرف وهي صديقتي وحنا في المغرب كنشوفو في القاهرة كتستضفني عندها في الدار وحبنا من زمان الحمد لله وتعتبرها أنا أختي يمكن دعوات الحمد لله كتارو يمكن الناس كيحبوا حضور فنانه نور تكون حاضره بس كنضيف بزاف ديال الجو طاقه ايجابيه كنضيف بزاف ديال خفه الدم اللي كيحبوها كي الناس بزاف وكنجيب واحد ذا جود فايبس يعني طاقات زوينين وحنايا ما احتاجنا في هذا الوقت لطاقات جميله زوينه اللي كتنسينا ان بو الهم لو ستريس ديال كوتيديان انا ما عندي خلاف مع حتى شي حد يمكن غلطتي في سؤال ما منتجهش ليا يمكن فجأة الناس خرين انا حبيبه الفنانين والفنانات كاملين من صغيرهم حتى لكبيرهم ها انت كتشوفني نور كينا حاضره مع سميره سعيد الديفا تنقول لهم عواشركم مباركه ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في, في في في, اعمال جديده وتشوفوني وتشجعوني كيف دائما نتوما حاضرين معايا وستاي